كتشام في حلب. سيد محمد، أهلا بك معنا إلى هذه النشرة. ما هي تفاصيل الغارات الجديدة على حلب؟ نعم، يعني بعد أن انتهت غارات قوات النظام بالأمس لتذهب 70 شهيدا في حلب مساء أمس وصباح أيضا، استهداف الأحياء المحررة في حلب لا يزال في البراميل المتفجرة ضمن هذه الحملة الهامتية التي يقوم بها النظام، حيث تم رصد ما يقارب 11 حيا تعرضوا إلى القصف يوم أمس، فيما تشهد المشافي الميدانية أيضا شحف المعدات الطبية والمستلزمات العامة، حيث تغوص هذه المشافي بالجرحى الذين يسقطون يوميا في حلب. أما اليوم شهدنا قصف على المنطقة الحرة والمسلمية، إصابة طفل أيضا على الأقل إثر سقوط برميل متفجر أمام البريد في حي مساكن هنانو. الكتابة العسكرية من جهتها أعلنت أن مناطق قوات النظام وخصوصا مدينتي نبل والزهراء الشيعيتين عرضة للقصف من أكثر من محور، وهناك هجمات ستكون عليها في حال استمرت قوات النظام بارتكاب المجازر داخل مدينة حلب. أيضا في الناحية العسكرية شهدنا اشتباكات متقطعة دارت في حي الشيخ مقصود بين الجيش الحر وقوات النظام. أما في ريف حلب فشهدنا قصف قوات النظام أيضا بالبراميل المتفجرة على عدة قرى وهي تل العام وتل الصبل والرضوانية. نعم، طب بالنسبة للجيش الحر كيف له أن يواجه مثل هذه الغارات؟ نعم، حقيقة شهدنا بعد 3 أيام مجازر كانت على حلب، وردت أنباء اليوم بأن هناك تصدي لطائرات قوات النظام من قبل الرشاشات الأرضية، ربما قلة الصواريخ للطائرات كان سبب من أسباب صولة وجولة الطيران في سماء حلب، ولكن اليوم توردت أنباء أنه تم التصدي لهم بالمضادات الأرضية. نعم، شكرا جزيلا لك من حلب، مراسل شبكة شام محمد الهادي. نفى السفير الأمريكي لدى سوريا روبرت فورد و